النهاردة الدكتور وسيم قرر يتكلم عن واحد من أهم الكتب اللي اتكتبت عن الحضارة المصرية القديمة وأغناها وأثراها، وهو كتاب الموتى للمصريين القدماء. ليه يا دكتور اخترت هذا الكتاب؟ لأن قانون الأخلاق، أعظم قانون أخلاق عرفته البشرية، هو موجود في هذا الكتاب. وده اللي خلى والاس باتش اللي سرق البردية، اللي سرق كتاب الموتى اللي خدها من مصر ده، هو قال نحن في حاجة إلى قرنين من الزمان حتى نصل إلى هذا المستوى الرفيع من قانون الأخلاق والحضارة المصرية القديمة. قرنين من الزمان محتاجين لسه، لأن اللي موجود في هذا وعندي تسمية غلط. لأن هذا الكتاب أو هذه البردية، ما هو سمي كتاب، أولا تسمية غلط، هو اسمه بر إم هيرو. بر يعني الخروج، لغاية دلوقتي بتقول لواحد أخرج برا، مظبوط. فإم يعني إلى، هيرو يعني النهار، الخروج إلى النهار، الخروج إلى النهار. بر إم هيرو، لبس ياسر راجل. يعني احنا قناة النهار قناة اسمها هيرو؟ هيرو هيرو، بالمصر القديم هيرو. طب والنبي اكتبوها اهو عشان ممكن نبقى نعمل مره برومو عن قناه الهيرو. أيوة. قناه هيرو. تمام. البرديه ده ترجموها كثيرين، يعني كورت زيتا، فوكنر، انما اللي ادالها الاسم الغلط ده لبسياس الالماني. ايوه، سماها توتنباخ. توتنباخ يعني كتاب الموت، لانه كان موجودا في المقابر. لا، طب انت عندك التوراه والانجيل في المقابر، ما بتسماش ليك كتاب الموت؟ مفهوم. بتسميها توراه وتسميها انجيل. انما ليه تسمي ده؟ سميه اسمه الخروج الى النهار. الخروج الى النهار. ليه تسميه توتنباخ؟ يمكن كان عايز يصبغ عليه صبغته هو، يبقى هو اللي مسميه. على اساس انه بيوجد في المقابر. ودي غلط. هم بيغلطوا في حاجات كثيره قوي يعني. تسميات كثيره جدا يعني. هم برضو كتاب الموتى للمصريين القدماء، شرح النصوص والترجمة من المصرية القديمة إلى العربية والإنجليزية بقلم محسن لطفي السيد، الله يرحمه. ده كان من الأساتذة اللي أنا تعلمت على أيديهم، وكان يقرأ الهيروغليفية كما يقرأ العربية والإنجليزية، وهو اللي ترجم النصوص. بصوا بقى الدنيا عاملة إزاي كده، أنا هحاول إيه. وجايب فيه الكتاب ده هون فيه 37 لوحة تمثل الأجير أو المتوفي من ساعة ما بيموت لغاية الآخر. وإزاي أن في لوحة، وإزاي أنوبيس بيقوده للمحاكمة. وبرضو ما ننساش أن في الديانات السماوية كل نفس لها سائق. بصوا حضراتكم عامل إيه، عامل الكتابة الهيروغليفية أو المصرية القديمة، ومعها العربي ومعها الإنجليزي. العربي والإنجليزي يعني. حاجة مش بس فيها معلومات، لا كمان معلمة، اللي عايز يتعلم ويترجم ويعرف اللغة المصرية القديمة ما يعرفها من هذا طبعًا. الكتاب. تمام تمام، شكرا.